الآن ننتقل مع حضراتكم على الهواء مباشرة لنقل وقائع المؤتمر الخاص بالهيئة الوطنية العليا للانتخابات. تم التنسيق بشأنها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل الدعم اللي كنا على تواصل خلال الفترة اللي فاتت، واحنا في انتظار حتى الترويج تم وسط الجالية المصرية المتواجدة في عموم سويسرا، وفي تنسيق برضو مع المقر الانتخابي الآخر اللي مفتوح في القنصلية في جنيف، فإن شاء الله تبقى الأمور ميسرة بالنسبة للسادة المواطنين، ونأمل وبنتطلع وعندنا ثقة من خلال الاتصالات اللي جات لنا قبل الانتخابات إنه إن شاء الله يبقى في حضور مشرف ومشاركة متميزة. بشكر حضرتك جدا يا فندم، واحنا مع حضرتك على مدار اليوم، وفي اي عائق او اي مشكله فنيه احنا متواصلين مع حضرتك، وبشكر حضرتك تماما. معالي السفيره عبير هانم، ممكن حضرتك برضه تطلعينا ايه الاخبار عند حضرتك في المقر؟ صباح الخير فندم، وبنشكر حضرتك جدا على الدعم العظيم اللي قدمتوه لنا على مدار جهد عظيم، وكل التقدم التكنولوجي للتوثيق للسفارات سهل لنا العمليه جدا. احنا بدانا بالظبط الساعه 9، والحمد لله في اقبال، وفي مواطن اهو بيصوت في واحد تاني في الانتظار. فكان في حرص من بدايه اللجنه ان يتواصلوا على التصويت، وكل حاجه منظمه زي ما تعليمات سيادتك وضحتها لنا، ماشيين عليها بالظبط زي التعليمات بتاعت سيادتك لإجراء العملية بالصورة القانونية. بشكر حضرتك، ومع حضرتك برضو على مدار اليوم إن شاء الله مع بعض إن شاء الله. معالي السفير علاء موسى، تفضل يا فندم، أخبار حضرتك إيه في لبنان إن شاء الله؟ طلعنا برضو إيه الموقف؟ صباح الخير يا فندم، وصباح الخير جميعا. إحنا بتمام الساعة 9 يعني بدأنا عملية الاقتراع، وكان في مؤشرات جيدة، توافد عدد معتبر من المواطنين المصريين. في الحقيقة احنا نعتبر ده علامة جيدة على انه على مدار اليوم والايام القادمة يكون في ان شاء الله اقبال طيب. طبعا اخذنا في الاعتبار النهاردة يوم الجمعة يوم عمل في لبنان، فيمكن مساء يكون الاعداد اكتر، وغدا وبعد غد ايضا الاعداد في ازدياد. احنا تواصلنا مع الجالية على مدار الفترة الماضية، وفي الحقيقة الردود كلها من المواطنين في الجالية أدت بشكل إيجابي جدا ومشجع، فإن شاء الله نتوقع في خلال الأيام القادمة والساعات القادمة يكون في إقبال لقناعتهم بإنه في الحقيقة هذا استحقاق هام ورئيسي، وكل عايز وعنده رغبة كاملة في المشاركة في رسم مستقبل الدولة المصرية في الفترة القادمة، فإن شاء الله بالتوفيق للجميع وتمر الأمور بشكل طيب على مدار الأيام بإذن الله. إن شاء الله، والشكر جزيل لحضرتك يا فندم. معالي السفيرة هايدي، طلعينا عن أخبار اللجنة في مارسيليا يا فندم. بداية بجدد الشكر لسيادتك على المجهود والدعم المستمر لي شخصيا ولجميع السادة الزملاء. طبعا احنا فتحنا في تمام الساعة 9 بتوقيتنا هنا في فرنسا، وبالفعل ابتدى في بعض المواطنين يعني بيتوافدوا للإدلاء بأصواتهم، في تحمس من جميع أفراد الجالية. احنا طبعا على تواصل مستمر معاهم منذ فترة تمهيدا لهذا الاستحقاق الرئاسي الهام، والحقيقة يعني انا لمست حماس كبير من المواطنين، لمست حماس من المواطنين خلال هذه الفترة. طبعا زي ما زميلي السفير علاء موسى قال، النهارده الجمعة ده يوم عمل، وهنا طبعا يوم عمل في اوروبا، فنتوقع ان فترة اللانش تايم والفترة المسائية. بالنسبة لان احنا القنصلية بتغطي جنوب فرنسا وامارة موناكو وكوفس، فطبعا متوقعين ان شاء الله باذن الله في الويك اند السبت والحد ان شاء الله هيبقى في توافد اكبر من الناس. هم يعني زي ما بقول لسيادتك انا في تواصل تقريبا يومي معاهم، وان شاء الله باذن الله يعني الجميع متحمس جدا، وان شاء الله باذن الله كل الامور ستتم على افضل ما يرام من حيث النظام والمشاركه
يعني وسرعة العمل جهد والالتزام بكافة التعليمات إن شاء الله بإذن الله. جهد مشكور لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا، ربنا يخليك يا فندم. معالي السفيرة يمنى من برلين، ممكن حضرتك تطلعينا الموقف؟ صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير، شكري للجنة على كل التنظيم والإجراءات اللي وافتنا بيها كلها وافية، والتكنولوجيا الحقيقة المراضي في الانتخابات أكتر من رائعة، ونتوقع برضو الإقبال خلال الويكند أكتر. النهاردة فتحنا من 9 صباحا واستقبلنا حتى الآن 3 أو 4 مواطنين وشغالين تباعا مع أعضاء طبعا البعثة، وبرضو اللانش تايم إن شاء الله الويكند هوبلي يكون الأعداد أزيد من كده، وشاكرين لحضرتك جدا على كل الجهد. شكرا جزيلا لحضرتك، احنا مع حضرتك على مدار اليوم، في اي مشكله فنيه هنتدخل مع حضرتك، احنا متواصلين ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم جميعا، انتوا اهلا لهذه المهمه، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا فندم، شكرا 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 جزيلا. اتفضلوا يا فندم. شكرا، احنا طبعا ده على مدار الفتره من بدايه الفتح حتى الان، احنا وصلنا لعدد 106 مقر تم فتح اللجان فيها، وتباعا ان شاء الله هنحيط حضراتكم علما بكل المستجدات بشان كافه اللجان القائم فيها العمل للتصويت، وهم عددها 137 على مستوى العالم في 121 دوله. احنا وصلنا ل 106 دلوقتي من هذه المقرات، وجاري اطلاع حضراتكم اول باول ان شاء الله. والشكر الجزيل لحضراتكم على المتابعه. شكرا يا فندم، شكرا.